مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور، حيث نعرض لأبرز المقالات والكاريكاتيرات التي تناولتها الصحف المحلية العربية والعالمية مع قراءة فيما بين سطور هذه المقالات. إذا نبدأ بالصحافة المحلية بعد الفاصل. أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى سجل الأردن الحافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي وصندوق التقاعد العام والدعم الدولي. الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي والسياسي على الرغم من الصدمات الخارجية الكبيرة، لكن هذه الصدمات أدت إلى انخفاض النمو وتراكم كبير للديون الحكومية. إذن الكاتب الدكتور محمد المومني في صحيفة الغد يقول في مقالة التي جاءت تحت عنوان أخبار اقتصادية مشجعة جدا، وهذا إنجاز اقتصادي ومالي كبير، شهادة من مؤسسة عريقة معتمدة كمرجعية دولية تقاريرها توجه وتحفز قرارات منح القروض أو إعطاء المنح أو الاستثمار وحسابات المخاطر المرتبطة به. الوكالة الدولية توقعت أيضا انخفاض نسبة الدين في الأردن إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 من حوالي 90% عام 2023، وانخفاض نسبة العجز السنوية بالموازنة لتكون بين 1.5 و2% في المرحلة القادمة. ويتابع: تأتي هذه الأخبار الاقتصادية المشجعة جدا كمنجز وطني حقيقي محترم في ظل غليان إقليمي لا يتوقف منذ الأزمة السورية، مرورا بكورونا وانتهاء بالحرب في غزة التي كان لها تداعيات كبيرة وخطيرة على اقتصادات الدول في الشرق الأوسط. الأردن ومن خلال رفع تصنيفه يقول للعالم أجمع والمانحين والمستثمرين أن ها هنا دولة قوية صلبة تبنى تحت الضغط والقصف الإقليمي وتواجه تداعيات الإقليم بكل قوة وصلابة ومنعة، وتستمر باتخاذ القرارات الصائبة غير الشعبوية بالرغم من كل الضغوط السياسية والشعبوية. ويتساءل: لكن كيف يبقى التحدي؟ كيف سيلمس المواطن أثر هذا الإنجاز؟ ومتى المواطن يريد تحسنا بظروف معيشته الاقتصادية من زيادة القوى الشرائية وتخفيض معدلات البطالة؟ وهذه المؤشرات الاقتصادية سوف تتحسن وإن ليس بشكل مباشر وسريع. وينهي المومني بالقول: علينا أن نقول للناس أن هذه الإنجازات مهمة وعميقة على المدى الاستراتيجي، وربما ليس آنيا من شأنها أن تنعكس على الاقتصاد لأنه سيصبح مستقرا جاذبا للاستثمار والمنح، وهذا بدوره سيرفع معدلات النمو ويزيد من قدرة إنتاج فرص العمل. وبالانتقال إلى قراءة ما بين السطور، معنا عبر الاتصال الهاتفي الدكتور عبد الحكيم الجرالي. أهلا ومرحبا بك معنا في برنامج بين السطور. يعني وكالة فيتش رفعت تصنيف الأردن، وهي شركة قابضة تأسست قبل أكثر من 100 عام، تصنيف الأردن رفعته من B1 إلى BA3. برأيك ماذا يعني هذا الرفع للأردن؟ مساء الخير سيد الكريم، مساء الخير لك ولجميع المتابعين والمشاهدين. بالتأكيد يعني هكذا تصنيف من هكذا مؤسسة ووكالة دولية متخصصة يعني هي شهادة قوية ترسل برسالة أن الاقتصاد الوطني الأردني ثابت ومستقر ونامي، وبالتالي يعني أن هذا الاقتصاد بكل الإجراءات الحثيثة والسياسات تجاوز كل التحديات الجسام والثقال التي واجهته في ظل وجوده في إقليم ملتهب، وفي ظل صدمات أنتجتها أزمات سياسية بدءا من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. فبالتأكيد هذا يعني وسام ونموذج أردني يحتذى، وحالة أردنية تدرس في تحويل التحديات إلى فرص واحتواء كل الصدمات الاقتصادية. نعم، تفضل بالبقاء معنا دكتور، لنا عودة معك بطبيعة الحال في الصحافة العربية.
نشرت صحيفة الغد رسما بتوقيع حمزة حجاج يحذر فيه من الاحتيال الإلكتروني. الموقف الأردني تجاه الحرب على الأهل في غزة حالة سياسية اجتماعية وإنسانية باتت هي الأقوى والأكثر حضورا على مستوى دولي لجهة إجراءات عملية بدءا من المستشفى الميداني مرورا بالمساعدات انتهاءا بخيارات سياسية ودبلوماسية تصاعدية لوقف الحرب وفرض هدنة إنسانية. وكثيرة هي الأقلام المنصفة في الصحافة العربية التي تنظر للأردن وقيادته الهاشمية باحترام وتقدير كبيرين، كما هو حال عبد العزيز الخميس الصحفي السعودي الباحث في شؤون الشرق الأوسط الذي ثمن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني للولايات المتحدة والتي تزامنت مع إعلان الاحتلال الإسرائيلي نيته دخول رفح وبدء العملية العسكرية فيها. وقال الصحفي السعودي في تدوينة له على منصة إكس: زيارة الملك الأردني للولايات المتحدة تزامنت مع إعلان إسرائيل نيتها دخول رفح وبدء التحركات العسكرية فيها. استثمر الملك عبد الله الثاني هذه الزيارة لصالح الضغط على تل أبيب عبر واشنطن. إيقاف شحنة الأسلحة لإسرائيل لم يكن قرارا أمريكيا سهلا، ولا هو ذاتي، كان نتيجة لجهود دبلوماسية مهمة. ويتابع كان لملك الأردن الذي لا يحب الاستعراض ولا تسجيل المواقف خلال زيارته لأمريكا دورا مهما للغاية، بالرغم مما يقوله المثبطون الحاقدون، كان له تأثير واضح في الاستدارة الأمريكية الأخيرة فيما يتعلق بمد إسرائيل بشحنات الأسلحة. وفي ذات الإطار وفي صحيفة الشرق الأوسط يكتب الإعلام السعودي ممدوح المهيني حول حملة التشويه التي تعرضت لها جلالة الملكة رانيا العبدالله باقتطاع حديثها من سياقه أظهرها وكأنها تتعاطف مع الإسرائيليين على حساب أهل غزة، رغم أن الحديث كان واضحا جليا وسبقته أحاديث كان لها الأثر الكبير في توجيه الرأي العام الغربي نحو معاناة ومأساة أهالي قطاع غزة. ويقول المهيني: واضح أن الهدف يأتي في سياق محاولات الجماعات المتطرفة التحريض على الأردن من خلال استهداف مواقفه وتصريحات قيادته، وذلك بهدف تحريك الشارع واختلاق حالة من الغضب والاحتجاجات. ونتذكر الدعوات المستمرة التي أطلقت للانتفاض والاعتصام في محاولة لإعادة شريط الربيع العربي مرة أخرى. ويضيف الكاتب: وهو أيضا هجوم أوسع على الدول العربية المعتدلة التي تسعى لإيجاد مخرج من هذه الأزمة الإنسانية الرهيبة، ففي الوقت الذي يسعى فيه الأردن وغيره من هذه الدول لإنهاء الحرب المدمرة وإيقاف المعاناة الإنسانية لسكان غزة، تقوم الجماعات المتطرفة وتيارات الإسلام السياسي السني والشيعي بما يبرعون فيه بالقيام به، وهو توزيع الاتهامات على الجميع بالخيانة والعمالة والخذلان وقائمة طويلة من الاتهامات، وذلك من أجل نزع الشرعية عن هذه الحكومات وخلق حالة من الفوضى والغضب. الكاتب يجد أن هذه الرواية والفيلم مكرر وتستغل دماء الأبرياء ويضحى بهم من أجل مكاسب شخصية وسياسية وأيديولوجية بحتة. ويضيف: من أغرب المشاهد أن ترى أن هناك من يصف أهل غزة وهم خارجها ويعيشون حياتهم بسلام ورفاهية مع عائلاتهم، المطالبين بوقف الحرب وإنهاء معاناتهم بالخيانة، وكأن أطفالهم الذين قتلوا مجرد دمى. وهناك من هؤلاء من يملك جنسيات دول غربية ويهاجمها على مواقفها، ولكنه لن يقوم أبدا بالتخلي عن جنسيته، ومع هذا يستكثر على امرأة غزية أن تطالب بوقف الحرب لتعيش بسلام مع من تبقى من أطفالها، وألا تدخل كل عام في حرب يهدم فيها منزلها وتعود لحياة التشرد.
وبالعودة إلى الدكتور عبد الحكيم الجرال، يعني عند الحديث عن هذا الدور الأردني على مختلف المستويات، طبعا لسنا في إطار الدفاع عن استهداف مكرر ومعروف بتوجيهاته ومن يقف وراءه أيضا، لكن السؤال هنا لمصلحة من هذا التشكيك وتزييف الحقائق؟ يعني بالتأكيد سيدي الكريم، وبكل موضوعية، الموقف الأردني الثابت والراسخ والمتقدم على كثير من المواقف كان موقفا حاسما وقويا، حمل الرواية الفلسطينية رواية الحق الفلسطيني وبثها لكل العالم، وبالتالي يعني أحدث الكثير من الاختراقات في الرأي العام العالمي وتغيير المواقف الشعبية والرسمية في الدول الوازنة التي تدعم الكيان الصهيوني. كل ذلك يزعج الكثيرين، يزعج دولة الكيان والكثير من الأطراف التي تحاول أن تمارس البروباغندا والشعبويات على حساب القضية. بالتأكيد ضعاف الأردن أو الأردن الضعيف فيه ضرر كبير للقضية الفلسطينية. لا يريدون يعني طرفا قويا كالأردن يدافع ويمثل رأس الحرب في معركة الدفاع عن الحق الفلسطيني، فبالتالي هذا فيه ضرر كبير وتشتيت الجهود في صالح خندق الدفاع عن القضية الفلسطينية، وبالتالي ضرر كبير على فلسطين والحق الفلسطيني. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الحكيم الجرالي على هذا الانضمام في برنامج بين السطور، شكرا جزيلا لك. وإلى الاندبندنت العربية، رسم بتوقيع علاء رستم حول اجتياح رفح. عالجت الصحف العالمية مجموعة من الموضوعات حول الشرق الأوسط والحرب على غزة، فالعناوين والقراءات جاءت حول الخطة العربية لليوم التالي في غزة وصلت إلى طريق مسدود، كما هو عنوان لوموند الفرنسية. ونشرت صحيفة إديعوت أحرانوت مقالا عنوانه بتكبيل أيدي إسرائيل في رفح، تنأى الولايات المتحدة عن صفقة الرهائن. مقال كتبته بيثاني مانديل لصحيفة التلغراف البريطانية بعنوان حجب الأسلحة التي فرضه بايدن على إسرائيل وصمة عار وطنية، أشارت فيه إلى خطاب جو بايدن الذي ألقاه بعد يوم من الذكرى أو ذكرى المحرقة النازية، محذرا فيه من تصاعد معاداة السامية في العالم في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي. وكان بايدن قال في خطابه: بعد 7 أشهر ونصف فقط والناس ينسون بالفعل أن حماس هي التي أطلقت العنان لهذا الرعب، وأن حماس هي التي تعاملت بوحشية مع الإسرائيليين، وأن حماس هي التي أخذت وما زالت تحتجز الرهائن. أنا لم أنسى ولا أنتم ولن ننسى. وأيضا بالمتابعة، كان هذا البيان بمثابة إشارة إلى إعلان لن يتكرر الأمر أبدا الذي أصبح مشهورا بعد المحرقة وارتباطه المأساوي بالأحداث التي وقعت قبل 7 أشهر فقط. في 7 أكتوبر شهد العالم المذبحة الأكثر تدميرا لليهود في يوم واحد منذ المحرقة، واكتسبت عبارة لن يحدث ذلك مرة أخرى أهمية جديدة. وتتابع الكاتبة: لهذا السبب من المثير للقلق أنه بعد يوم واحد فقط سمع الأمريكيون بايدن يقول لن نقوم بتزويد إسرائيل بالأسلحة وقذائف المدفعية، ويتعلق هذا الخط الأحمر الذي طبقه بايدن بعملية برية إسرائيلية في رفح، حيث يعتقد أن 3 كتائب تابعة لحماس وأغلبية الرهائن الإسرائيليين متحصنون. وبعد أشهر من المحاولات الدبلوماسية لتحرير الرهائن ومن بينهم 6 مواطنين أمريكيين، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود. وإلى عالم الكاريكاتير، حيث عبر غاري فارفيل للواشنطن بوست أن لا مساعدات عسكرية لإسرائيل.
بهذا وصلنا مشاهدينا الكرام لختام هذه الحلقة من برنامج بين السطور. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.